السلام عليكم ورحمة الله وأسعدتم بالخير مساء. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الملاعب. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام خصصناها للحديث بشكل كامل عن اتحاد غرب آسيا يقر بخطئه بحق لاعبي اليمن ويقذف بالمنتخب اليمني خارج أسوار المنافسة. بعد هذا الفاصل التفاصيل. أقرت لجنة الانضباط باتحاد غرب آسيا بخطئها في قرارها السابق بإيقاف لاعبي المنتخب أو لاعبي المنتخب اليمني للناشئين عمر أنور وعلي دليو 3 مباريات، وتقرر إلغاء الإيقاف المؤقت بعدما تبين في الفحص الثاني الذي أجري يوم السبت 7 سبتمبر أن اللاعبين مؤهلين للمشاركة، وذلك استناداً إلى المادة 80 من اللائحة وفق مذكرة رسمية للاتحاد اليمني. ويعتبر قرار إلغاء العقوبة اعترافاً صريحاً بأن لجنة الانضباط ارتكبت خطأ بحق منتخب اليمن. ومساء السبت أصدر اتحاد غرب آسيا قراراً جديداً بتأهل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم تحت 17 عاماً لنصف نهائي البطولة المقامة في الأردن حالياً، وإقصاء منتخب بلادنا بعد تأهله الجمعة كأفضل منتخب ثاني بعد فوز العراق على الأردن 2-1. وأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم قرارات فيما يتعلق بأهلية عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة الناشئين 11 المقامة حاليا بضيافة الاتحاد الأردني. مشاهدينا نتابع هذا التقرير لمزيد من التفاصيل. ليلة حزينة عاشها الشارع الرياضي اليمني نتيجة قرارات أقل ما يمكن وصفها بالظالمة للجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا 11 والمقامة في الأردن، قرارات قذفت بالأحمر اليماني الصغير إلى خارج أسوار المنافسة رغم صحة كل الإثباتات التي تؤكد تجني اللجنة المشرفة في إيقاف أهم عناصر المنتخب في مباراة مفصلية أمام الصقور الخضر بدون أي مصوغ قانوني. وفي الليلة التالية أسدل الستار لمسرحية هزلية بالتفاف واضح تعرض له فتيان سبأ في صورة لا تمت للروح الرياضية بصلة، في ظل سبات عميق لممثلي اليمن في قيادة اتحاد غرب آسيا الذي عبث بالقوانين المنظمة للبطولة وتجاوز لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي. ودع منتخبنا الوطني للناشئين بطولة غرب آسيا لكرة القدم بطريقة مؤلمة ومثيرة للجدل على أمل الانتصار للدعوة التي قدمها الاتحاد العام لكرة القدم احتجاجا رسميا، وفي انتظار رد الاتحاد الآسيوي على هذا الاحتجاج تظل جماهير اليمن تأمل في تحقيق العدالة واستعادة حقوق منتخبها. وللمزيد من التفاصيل نتعرف عن كل ما دار خلف الكواليس، ينضم معي من هناك من العاصمة الأردنية عمان الكابتن عبد الرقيب العديني مدير المنتخب الوطني للناشئين. كابتن عبد الرقيب سعد الله مساك بالخير، أهلا ومرحبا بك في زوايا الملعب. حياكم الله كابتن عبد الرقيب. أنا والشارع اليمني حقيقة منذ ليلة البارحة لم تصلنا التفاصيل ما الذي حدث، كنا ليلة الجمعة نقول أنه خلاص منتخبنا تأهل كأفضل رابع، وفجأة جاءت قرارات لخبطت الكثير من التفاصيل. ضعنا في الحقيقة، ما الذي دار خلف الكواليس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على متابعتكم واهتمامكم لمسيرة منتخبنا منتخب الناشئين. أهلا وسهلا. طبعا منتخب الناشئين لعب المباراة الأولى أمام المنتخب العماني وقدم مستوى مشرف وكبير واستطاع الفوز بنتيجة محترمة نتيجة 3-1، وثم طبعا
بحسب اللائحة قام يعني قام الاتحاد غرب آسيا بإخبارنا قبل المباراة، بالرغم من قبل مباراة السعودية بثمان ساعات، بالرغم من نحن لعبنا مباراة عمان قبل أربع أيام من مباراة السعودية، لكن تفاجأنا قبل المباراة بأنه توقيف اثنين من أبرز لاعبينا وهم المدافعين علي عمر وعلي، وهم يعتبرون من أفضل المدافعين بسبب تجاوزهم للسن، بالرغم أننا في نظام اتحاد كرة القدم قام بعمل فحوصات الرنين لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة قبل السفر وقبل قبل السفر إلى المشاركة في 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 البطولة. تقصد أنه طبعاً تم الفحص في عدن، حرموا من المشاركة أمام المباراة أمام السعودية، مدى إلى ضرر نفسي ومعنوي وفني، مادة إلى طبعا نتيجة غير متوقعة، ويعني خاصة قبل المباراة بثمان ساعات خبرنا بالقرار، وانتهت المباراة بفوز منتخب السعودية بنتيجة يعني غير متوقعة. كابتن، أنا الذي أريد أعرفه، هل الفحوصات الذي أجريت في عدن والذي أجريت في العراق وفي البحرين وفي كل الدول المشاركة في البطولة كانت تحت إشراف اتحاد غرب آسيا أم لا؟ طبعا بالنسبة للفحوصات هي فحوصات كانت تحت إشراف لجنة مكونة من الاتحاد ومن الأمين العام بقدرة الأستاذ مصطفى ودكتور الأستاذ عبد اللهاب، وهو يعني من ليس من غرب آسيا وإنما هو من الدكاترة المعتمدين للأسوية. نعم. لكن وكانت الفحوصات حقنا ممتازة وجيدة، والدليل بأنه عندما بعد مباراة السعودية قام الاتحاد غرب آسيا بعمل فحوصات الرنين في مستشفيات الأردن، وكانت النتائج ممتازة وخاصة للاعبينا، لكن بعد فوات الأوان. نعم. يعني طيب أوكي، وضحت الفكرة من المباراة أمام السعودية. نعم كابتن عبد الرقيب، خلينا نأخذ كذا واحدة واحدة عشان نوضح الصورة بشكل عام للرأي العام بالتفصيل. يعني هل يعني تم إجراء فحوصات للاعب دليو وزميله أيضا اللي هو قلب دفاع منتخبنا قبل مباراة السعودية، ولا بس أبلغوكم أنهم موقفين دون إجراء فحوصات لهم؟ ومن الذي يعني هل في منتخب بلغ بأنه قدم الشكوى ضد المنتخب اليمني بأنه في لاعبين كبار؟ ما القصة في هذه الأمور؟ طبعا قبل مباراة السعودية بيومين تم عمل كشافة عادية، كشافة هذه العادية للاعبينا، وطبعا هذه الكشافة لا تظهر طبعا لا تظهر المستوى الحقيقي للعظمة، صحيح، لكن كشافة عادية، وهم اتخذوا القرار أو اتخذوا القرار موجب هذا. لكن الأمانة العامة الدكتور حميد شيبان الذي عمل وتابع وموضوع بأنه يجب أن يعمل لهم رنين لنتأكد، لأن لاعبينا كانوا يعني كانت فحوصتهم ممتازة وجيدة، وعندما تم إعادة الفحوصات في لندن يعني ثبت حقية لاعبينا وأهليتهم بالمشاركة وأن قراءتهم صحيحة وسليمة، ولكن كانت بعد فوات الأوان بعدما نعم. يعني تمت المشاركة. صحيح كابتن عبد الرقيب، معلش اللاعبين الذي نعم. خضعوا للفحوصات هؤلاء الاثنين فقط ولا كافة لاعبي منتخبنا؟ لا تم اختيار من كل منتخب بحدود 2 لاعبين. يعني تم اختيار من كل منتخبات وليس منتخبنا فقط؟ لا كثير من المنتخبات. نعم، والدليل انه طبعا حتى فحوصات المنتخب العراقي والمنتخب البحريني الذي ثبت تجاوز من السن تم حرمانهم من البطولة من النتائج الخاصة بالبطولة، وتم احتساب نقاط المباريات للفرق للمنتخبات الأخرى الذي شاركوا. صحيح كلامك، النتائج للفرق الأخرى مدى لا تأهل المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني، ويعني طبعا
وكان المنتخب الأمني هو الأولى والأقدر والأفضل، لكن يعني صراحة يعني. طيب كابتن عبد الرقيب، خليني أصارحك بسؤال الشارع. هناك من يقول بأنه أنت بصفتك مدير المنتخب من تتحمل المسؤولية، لماذا قبلت بعدم مشاركة هؤلاء اللاعبين، ولماذا نزلت باللاعبين لمواجهة المنتخب السعودي، وكان يفترض أنكم تعترضوا دام وأنت متأكد بأن لاعبيك لم يتجاوزوا السن القانونية ولديكم ما يثبت ذلك بحسب القوانين واللوائح المنظمة للاتحاد الدولي وكذلك لآسيا، لاتحاد آسيا؟ طبعا نحن نخضع بالأخير إلى قرار قيادة الاتحاد العام برئاسة الشيخ عمر صالح العيسي و الأمانة العامة بالمشاركة وعدم المشاركة. نحن منفذين للقرارات التي يتخذها الاتحاد والأمانة العامة. طبعا بالنسبة للعداء، عندما سلمنا الكشف وكان اسم اللاعبين موجودين في الكشف، إلا أنهم رفضوا استلام الكشف لأن وجود اللاعبين غير يعني وهم غير مؤهلين. طبعا وبالأخير يعني تمت المشاركة يعني لإنجاح البطولة، لكن للأسف كانت المؤامرة أكبر مما كنا نتوقع. طيب الآن بعد أن اتضحت الصورة، كيف هو موقف اللجنة المنظمة؟ أنت الآن كمدير منتخب أكيد التقيت برئيس اللجنة المنظمة، بالأعضاء، بمن أصدروا القرارات ليلة أمس في الليل، ما هو موقفهم وهم السبب الرئيسي باتخاذ قرارات خاطئة، وباعترافهم هم رسميا بأنهم اتخذوا قرارات خاطئة بحق اللاعبين اليمنيين؟ اليوم أصبحت اليمن خارج البطولة. طبعا بعد انتهاء البطولة قدم الاتحاد غرب آسيا اعتذار رسمي أو رسالة رسمية بحقية اللاعبين، وأنهم كانوا على خطأ بعدم يعني بعدم شراكتهم في المباراة السابقة. وطبعا قيادة الاتحاد تتابع هذا الموضوع وستصدر يعني، وهم أصحاب القرار الذي سيتخذون القرار الذي يعني يكون في مصلحة الكرة اليمنية ومنتخباتنا الوطنية. كيف هو التعامل معكم الآن داخل الأردن؟ لأنه تابعنا تصريحات من قبل الاتحاد العراقي بأنه طالبوا بمغادرة لاعبي المنتخب العراقي من الفنادق، هل يعاملكم بالمثل أم المعاملة مختلفة؟ طبعا بحسب اللائحة المنظمة للبطولة، بأنه بعد انتهاء بعد خروج أي منتخب من البطولة يسمح له بالبقاء لمدة يوم كامل، ومن ثم يغادر المقر سكن. لكن نحن موجودين في الفندق، وتم يعني تفاهم بموضوع سكن، وإن شاء الله نحن غدا إن شاء الله سنرجع إلى أرض الوطن بسلامة الله، والأمور يعني ماشية بطريقة ممتازة، ما في أي إجراءات بالنسبة لمنتخبنا. نعم. تحياتي لك كابتن عبد الرقيب العديني، للجهاز الفني للمنتخب، للاعبين، أنتم حقيقة رفعتم العلم اليمني عاليا، ثقتنا فيكم كبيرة. في الأول والأخير هذه هي بطولة ودية، ليست تستحق كل هذا الذي حصل، إنما ربما الفعل وردة الفعل هي من جعلت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يعطي البطولة أكبر من حجمها وأكبر من قيمتها. ولا نحن أنتم في نظرنا أبطال، وفعلا أنتم أبطال النسخة الماضية وأنتم أبطال النسخة الثامنة، ولكم مكانة كبيرة جدا في قلوب كل أبناء الشعب اليمني. أملنا كبير في تحقيق نتائج طيبة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، فلكم التوفيق، ثقتنا كبيرة فيكم كجهاز فني وأيضا إداري وأيضا في اللاعبين. شكرا لك كابتن عبد الرقيب. مشاهدي الكرام، خلونا نذهب لنعرف ماذا قال رئيس بعثة منتخبنا الوطني وأيضا المرافق الإعلامي مع بعثة المنتخب من خلال هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في بعثة منتخب الناشئين في عمان نوضح للرأي العام ما حصل لنا من تعنت ومن إيقاف اللاعبين. هذه مؤامرة دينية واجهتنا احنا، وبالذات في مساء يوم الخميس الساعة 8:00 مساء تم الاتصال بنا لإرسال لاعبينا، اللاعبين المميزين الجيدين، أرسل الأسماء اللي هو عمر أنور وعلي ديليو، فأرسلوا إلى الفحص. تفاجأنا أن الفحص فحص عادي،
ونحن سبق وأن فحصناهم فحص رنين حسب التوجيهات اللي وصلت نحن من البطولة. فنقول بعد الفحص بساعات يعني وبالضبط يوم الجمعة الساعة 10 صباحا وصل نحن إيقاف للعيبة. نحن في صدد مباراة مع السعودية فوجينا بالقرار يعني جينا ناقشناهم يا جماعة هذا قراركم خاطئ، هذا قراركم مبني على أي أساس، هذا قرار يعني ما أسند إلى قانون ولا نظم ولا لوائح. فأجابونا احنا أن الموضوع هذا أن اللعيبة لازم يوقفوا وما يلعبوا، قلنا يلعبوا وإذا أثبت عليهم أنهم مخالفين شيلوا النتيجة، القانون يقول كذا، أنا خلونا بلاعب اللعيبة حقي وبعدين أنتم تصرفوا بالقانون ما عليكم مني. قالوا لا نحن لا يمكن، ممنوع هذول الاثنين يدخلوا الملعب تماما. هذا واجهناه في بوابة غرفة الملابس حق اللعيبة بعد ما نزلنا نتناقش معهم فوجينا بالكلام هذا. طبعا لعبنا نحن تحت ضغط نفسي ومباراة يعني أنهكت العقل والفكر وكل شيء. فنقول ونطالب من موقعنا ونطالب الاتحاد بأن يتخذ لازم قرار قوي وصارم لكي لا يعودوا على مثلها سواء في غرب آسيا أو في غيره. نحن عندنا شباب ممتاز يلعب كرة صح، فالجماعة رتبوها وأنهوا فريقنا وخرجنا مع العراق اللي تأهل، عملوا لنا عمل يعني ليلي بالضبط، عمل ليلي أحاك ضدنا وتم تنفيذه. فنطالب بإعادة المباراة أو أي شيء يعني يكون يعطي نحن حقنا. شاكرين. تحركنا وعملنا بالأسس وبالنظم وباللوائح، فمن هو داخل البلد ويشكك في عملنا أو في عمل الاتحاد هذا واهم وحاقد ولن يزيل عنا منا أي شيء. نحن بقدرة الله أقوياء ولن يثنينا كلام هؤلاء الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة عدن الفضائية ونشكر الزميل العزيز علي حميد. نظرا للأحداث المؤسفة والقرارات المجحفة والمؤامرة التي أحيكت ضدنا وضد منتخبنا الوطني البطل الناشئ من قبل اللجنة المنظمة لاتحاد غرب آسيا والتي دبرت في ليل، فإنها قرارات مجحفة في حق أبطالنا الناشئين الذين هم سينالون كانوا أقراص الذهب من أمام كل المنتخبات لجدارتهم واستحقاقهم. ولكن القرارات الغير أخلاقية والغير مسؤولة التي رافقتنا فأثرت نفسيا على منتخبنا الناشئ البطل وعلى لاعبينا التي كانت لها التأثير الأبرز في الملعب من خلال الإقصاء للاعبينا كابتن المنتخب المتألق عمر أنور واللاعب المبدع علي ديليو. ولكن هذه القرارات التأسفية لا تزيدنا إلا طموحا وإصرارا وإبداعا إن كان عن طريق المنتخب الوطني أو عن طريق اللاعبين في البطولات القادمة أو غيرها. ونحن وكما طالب اتحاد كرة القدم اليمنية بإعادة الاعتبار لمنتخبنا الوطني والاتحاد الكرة اليمنية وإعادة مبارتنا أمام المنتخب السعودي لما من مورست من إقصاءات ومن مؤامرة دنيئة في حق منتخبنا الوطني اللي كان يستحق أن يكون بطلا بكل المقاييس لهذه البطولة. أرحب أيضا بضيف الذي ينضم معي من داخل الوطن الكابتن عبد الوهاب الزرقة رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد العام لكرة القدم في بلادنا. كابتن عبد الوهاب سعد الله مساك بالخير.
اهلا وسهلا اخي الكريم، مساك الله بالخير والعافيه. اهلا وسهلا فيك، سعداء بتواجدك كابتن عبد الوهاب. يمكن استمعت لتصريح رئيس بعثه منتخبنا وايضا المرافق الاعلامي، والكل ما يزال يؤمل في اعاده مباراه منتخبنا مع المنتخب السعودي الشقيق، هل ما يزال هذا الامل قائم؟ والله في الحقيقة أنا ما سمعت ما صرحوا بلا أنه ما كانش الصوت عندي خالص. طيب هم قالوا هكذا، قالوا أنه يعني ما زالوا يطالبوا بإعادة المباراة مع المنتخب. حقيقة إحنا طالبنا كاتحاد كرة قدم بهذا الكلام مع اتحاد غرب آسيا، خاصة أني وصلتنا رسالة من اتحاد غرب آسيا تؤكد فيها أن اللاعبين الاثنين اللي طلبوهم للفحص وبعد الفحص تبين أنهم سليمين ومؤهلين، واحد في المستوى الثالث واحد في المستوى الرابع، وعلى ضوء قالوا ان اللاعبين مؤهلين للعب وان شيلت العقوبه عليها، واحنا سندنا على هذا الكلام. تم المخاطبه السابقه من قبل الامين العام ووضح فيها كل النقاط والسلبيات والايجابيات، واحنا الان في صدد ارسال رساله اخرى الى رئيس الاتحاد. اذا لم يتجاوب معنا الامين العام او اللجنه المنظمه سيتم مخاطبه رئيس اتحاد غرب اسيا مباشره وشرح النقاط، لان قرارات من بعض المنظمين في غرب اسيا في اللجنه يبدو أن البعض منهم ليس ملم بالقانون أو ليس ملم بلوائح اللعب، لأن أول مرة الاتحاد غرب آسيا يطلب الفحوصات، فهذه عادي عليهم جديدة الموضوع، يبدو أن مش ملمين بلوائح الاتحاد الآسيوي في الفحوصات، يعني ما تعني الفحوصات. نعم، ولكن يعني كابتن عبد الوهاب، هناك من يقول بأن قيادة بعثة المنتخب من تتحمل المسؤولية، كان يفترض بحكم أنهم أبلغوهم من قبل 8 ساعات أنه ما دام أنت متأكد بصحة الفحوصات التي أجريت للاعبيك وعندك ثقة كاملة بأن اللاعبين لم يتجاوزوا السن القانوني، لماذا نزلوا للعب أمام المنتخب السعودي؟ كان يفترض أنه ما ينزلوش الميدان ولا يلعبوا ويجروا فحوصات رنين بحسب اللوائح والمنظمة الذي هم يعرفوها وقيادة الاتحاد حقنا يعرفها جيدا. أخي الكريم، أنت لما بتروح في بطولة وتحتمر اللوائح والقوانين وأنت بتمثل بلدك خير تمثيل، يجب أن تكون خير مثال. خلي الخطأ يجي من اللجنة المنظمة ويتحملوا عواقبهم أفضل مما يجي مني أنا بمثل دولة. احنا وصلنا قرار، وصلتنا رسالة بإيقاف اللاعبين، طبعا كان في حوار معهم انه كيف توقفونا قبلها بساعات معدودة. طيب كان الاولى والاحرى منهم ان يطلبوا فحوصات اللاعبين الذي عملناها احنا وموقع عليها الطبيب المعتمد من الاتحاد الاسيوي، واذا لهم شك احنا لو لعبنا فهم يحملنا النتيجة. واثبت ان اللاعبين كبار كان يحملنا النتيجة 3-0، هذه هي اللوائح والقوانين. لكن مراقب المباراة كان موجود يقول لك ممنوع ينزلوا، احنا كنا نمثل بلد، ما رحناش نتشارع، مش احنا في دوري حواري، احنا في دوري في نظمة اتحاد غرب اسيا وفق لوائح النظام الدولي والاسيوي، فلذلك احنا احترمنا القرارات، احنا احترمنا القرارات، وفي الاخير هم اثبتوا للناس كلهم انهم غلطانين وان احنا على حق. يعني هي مشي القضية زي ما تقول قضية انتهاب العامية قبلية يلعبوا والا ما نعمل، لا، انا اقدم احتجاجي القانوني، لانه لو افترضنا احنا عملنا شيء مسيء وكانوا هم على حد فرضا، يعني كنا بنتحمل المسؤوليه امام الناس وامام المجتمع. نعم، فلذلك هم الان امام الناس وامام اللوائح هم اخطاوا، ودليل صحيح على ذلك انهم جابوا رسائل واعترفوا بخطاهم. نعم، طيب كابتن عبد الوهاب، هناك اخبار تشير انه كان في اجتماع اليوم بعد العصر مباشره لقياده الاتحاد العام لكره القدم بخصوص هذا الشان، ما الذي خرج به الاجتماع؟ نعم، حقيقة دعا رئيس الاتحاد الاجتماع بالزوم وكنا مجتمعين الساعة 4 العصر، ناقشنا فيه ما هو اللي حصل وما هي الرسائل وما هو الرد منهم. وصلنا إليه إلى أنه هو إحنا سنطالب من الاتحاد بعمل الرسالة لرئيس اتحاد غرب آسيا، لأنه هو إدارة اتحاد غرب آسيا يدار في مجموعة، يعني البعض منهم أنت لو قد حضرت البطولات هم عبارة عن 3 أشخاص أو 4 هم اللي يديروا البطولة بشكل عام، وبيكون الأمين العام من جهة عبر المراسلات. يعني فطالبنا إذا لم يردوا على رسالتنا الذي طلبنا فيها التوضيح ما هي الأسباب والذي وقفوا اللاعب، وكان المفترض أنهم إذا طلبوا لاعبين من اليمن في مقابله يطلبوا لاعبين من المنتخب السعودي المواجه. هذا حقهم، حق قانوني، لسنا ضد القانون، إحنا مع القانون ولسنا خايفين، لأن إحنا عارفين إحنا عملنا فحوصات. وإذا وطالبنا كمان بإعادة المباراة معنا مع السعودية، حيث أني أثرت علينا نفسيا وفنيا أنك في قبلها اللاعبين دخلتم في مباراة مهمة، حيث أن كان منتخبنا داخل ب3 فرص
لو صحيح. لو فزنا او تعادلنا او انهزمنا 1-0 صحيح، لكن الحاله النفسيه اللي عاشوها البعثه المنتخب مع اللاعبين دخلوك في 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 شيء خرجوك عن نضاج المباراه وعن التاهل. هم كانوا معارفين وحاسين ان المنتخب اليمني كان بيفوز بالراحه لانهم شافوا المباريات، ولكن اللي حصل الان في الاجتماع انه سيتم تحرير مذكره للاتحاد ونضالف فيه باللوائح وبالقوانين انصاف المنتخب اليمني ما لم احنا على استعداد الى 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 رفع هذا الموضوع كامل مع الاوراق كامله بعمل الفحص. اولا عندما عملوا فحص للاعبين بالاشعه هذه محرمه اساسا. الفحص قلت لك هو الاتحاد غرب اسيا جديد على الفحوصات اول سنه، الاتحاد الاسيوي يمنعنا ان احنا نعمل فحص كشافه عاديه لانها فيها خطوره على اللاعبين كونهم عدم صغار. الفحص المعترف به دوليا هو الرنين المغناطيسي، لكن لانه الرنين المغناطيسي يظهر لك كم باقي في 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 العظم، شهر شهرين صحيح. ثلاثه كم سنتي. اما الكشافه العاديه تظهر لك عظم ما تظهر الملامح هذه كلها صحيح. فهذا هو خطاهم الاول. الخطا الثاني كمان انه فقط في اولها طلبوا من المنتخب اليمني، بعدين طلبوا من بقيه المنتخبات، بعدين طلبوا من المنتخب البقيه. خلاص شوف المنتخب اللبناني كان غادر ما عاد لحقوا انه يعملوا الفحص يعني مهزلة بكل ما الكلمة، أمر مؤسف. طيب كابتن عبد الوهاب، هناك من يقول بأنه ردة الفعل من قبل الاتحاد اليمني ليست بالشكل المطلوب، بينما تابعنا ردة فعل مثلا للاتحاد العراقي بالتوقف إيقاف كافة المشاركات القادمة في اتحاد غرب آسيا، رغم أنه ثبت بحسب ما تقول اللجنة أنه في لاعب من المنتخب العراقي تجاوز السن القانونية. كلام شوف احنا نحترم قرار الاتحاد العراقي او قرار هذا رغبتهم وشأنهم. احنا بننظر لها من المنظور القانوني، ناخذ حقنا بالقانون وباللوائح. ما هو اللي نعمله؟ الاتحاد العراقي تم اقصاءه. اما احنا ما اقصيناش بعد القرارات اللي صدرت والقرارات المجحفه من اتحاد غرب اسيا في الغاء مباراه العراق وتصعيد الاردن وفي اقصاء البحرين وتصعيد سوريا. احنا خرجنا لانه معنا 3 نقاط، طلع المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني 4 نقاط، والسعودي متاهل عننا فرق نقطه، والاردن 6 نقاط. نعم. فاحنا الان يعني بمعنى انه انتم خرجتوا لانه نقاطكم مش مكفيه توصلوا. احنا تعليق المباراه لما تحكم انت انا اعلق المباراه وافعل، طيب ايش استفدت انا كمنتخب يمني او كاتحاد؟ حقيقه قد يكون هذا ما فيش فيها اهميه كبيره هذا البطوله، ولكن احنا في المنتخبات في الاتحاد اليمني لكون احنا بنعجز في توفير مباريات وديه دوليه كثيره للشباب او للناشئين الاول او الاولمبي، بنتخفاها فرصه ان احنا نلعب في المباراه التاليه بنعتبرها مباراه وديه. انت عارف الان المنتخب لعب مبارتين ومنتخب الشباب لعب، هذه فرصه لنا للتاهيل، وبنطالب حقنا بالقانون وباللوائح، لن نترك حقنا. وضحت الفكره، انا اشكرك. نعم ايوه، فالامور لما تكون قانونيه ورسميه يكون لها احترام افضل يعني. نعم، اشكرك كثير الشكر الكابتن عبد الوهاب الزرقاء رئيس لجنه المنتخبات بالاتحاد العام لكره القدم في بلادنا، وينضم طبعا معي في هذه الاثناء الزميل العزيز الاستاذ يوسف فعل، وهو مدير الدائره الاعلاميه للاتحاد العراقي لكره القدم. استاذ يوسف اهلا ومرحبا بك، سعداء بتواجدك معنا في زوايا الملاعب، ونريد من خلالك معرفه يعني تابعنا أكيد صحيح البيان الذي صدر عبر الاتحاد العراقي لكرة القدم بإيقاف الأنشطة والمشاركة في بطولة غرب آسيا القادمة ونتيجة ما حدث طبعا من قرارات متخبطة، لكن أريد معرفة من خلالك ردة الفعل، كيف استمعتم لمثل هكذا قرارات كانت حقيقة مفاجئة؟ بداية تحياتي لجميع المشاهدين وتحيات كبيرة للزميل العزيز. قرارات اتحاد غرب آسيا لبطولة الناشئين الحالية كانت قرارات تعسفية بعيدة عن المهنية والروح الرياضية والمبادئ والمواثيق التي انبثق منها هذا الاتحاد، الذي كانت الخطوة الأولى هو الارتقاء بواقع الكرة في هذه المنطقة التي تضم في أغلبها المنتخبات العربية. لكن في هذه البطولة تغيرت الملامح، تغيرت المعايير، عندما لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا أصدرت قرارات غير منصفة وبعيدة عن ضفاف الحقيقة. على أقل أن تكون هناك عدالة رياضية، أن تستمع إلى الطرف الآخر
أن تأخذ رأي الطرف الآخر، أن تستمع إلى الحقائق والمستندات، ولكن القرار كان متسرع ومبيت من أجل إقصاء المنتخب العراقي الذي تغلب على المنتخب الأردني، وهنا بيت القصيد. نعم. بعد أن فاز المنتخب الناشئين العراقي بدأت هذه الأمور تظهر وتطفو على السطح. لعل واحدة منها أحب أن أذكر بأن الوفد الاتحاد العراقي للناشئين عضو الاتحاد خلف جلال نعم مقترح بأن يكون الفحص لجميع المنتخبات نعم قبل انطلاق البطولة نعم، ولكن جوبها بالرفض. هذا واحد. نعم. الشيء الثاني أن تكون أثناء المنافسات أن لا تكون هناك اختيارات عشوائية واختيارات من أجل إخفائية لإبعاد لاعبين من هذا المنتخب أو ذاك. صحيح. فالاتحاد العراقي أو رئيس الوفد العراقي كانت لديه بعض الأمور، وحاول أن تكون هناك عدالة رياضية بين منتخباتنا للناشئين، ولكن للجنة المنظمة كان لها رأي آخر وأصدرت هذا القرار التعسفي، القرار البعيد عن الروح الرياضية التي كان لابد أن يتحلى بها اتحاد غرب آسيا، وتكون الأمور على طاولة النقاش بعيدا عن ما يجري خلف الكواليس أو في الغرف المظلمة. نعم. أنت حقيقة أستاذ محمد أشرت إلى نقطة هي غاية في الأهمية. في الأساس جاءت فكرة اتحاد غرب آسيا لتأهيل المنتخبات، وهي بطولة استعدادية هكذا يطلق عليها، وتجهيزية وإعدادية لبطولة البطولة الأهم اللي هي بطولة آسيا. بالفترة الأخيرة ظهرت فكرة مسمى الفحوصات، وهذه هي خطوة جيدة، لكن كان يفترض فعلا كما قلت أن تتم بالطريقة التي لا تقصي أحد بعد أن تلعب وبعد أن تمشي أمورك. حاليا ما الخطوات الذي أقدم عليها الاتحاد العام لكرة القدم العراقي، وما الذي سيفعله خلال الأيام القادمة؟ الخطوة الأولى هي تعليق التعليق المشاركة في جميع المسابقات التي يقيمها الاتحاد غرب آسيا لفترة غير محددة. هذا جانب، ويحتفظ الاتحاد العراقي بحق الرد القانوني في الاتحادين الدولي والآسيوي، لأن لديه أستاذ جميع المستكات والوثائق والأوراق الرسمية التي تؤكد صحة أعمار اللاعبين. نعم. ولا توجد أي شائبة في هذا الموضوع، وحتى لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا، لو الاتحاد أو وفد الاتحاد العراقي قدم مستمسكاته لكان تغير الأمر، وهي تدرك وتعرف جيدا بأن قرارها متسرع وخاطئ. نعم. لذلك رفضت الاستئناف ورفضت تقديم الطعن، لأنها أرادت أن تصدر القرار من دون الاستماع إلى الطرف الآخر، من أجل تهيئة فريق البلد المضيف من أجل الانتقال إلى مباراة نصف النهائي. وهذه الأمور لابد أن يبتعد عليها اتحاد غرب آسيا، أن تكون النظرة شمولية، أن تكون النظرة بمديات مستقبلية أوسع، أن يبتعد عن شخصنة هذه القرارات، وبالتالي كثير من الأمور سيدفع ثمنها اللاعبين والمدربين وكثير من المتعلقات في هذا الجانب. لذلك فالاتحاد العراقي لكرة القدم اتخذ هذه القرارات، وهو يريد أن يعرف ماذا سيقرر اتحاد غرب آسيا في هذه الفترة. نعم. أشكرك كثير الشكر الزميل العزيز يوسف فعل، مدير الدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي، شكرا كثيرا لك. مشاهدي الكرام، سينضم معي أيضا الأستاذ محمد قاسم من البحرين للتعليق أيضا حول هذا الموقف، وخصوصا أنه بجد يعني كانت الأمور تسير بالطريقة التي يفترض أن تستمر عليها هذه البطولة.
أكرر وأؤكد أيضا بأنها بطولة هي في الأساس كما أشار لها كل الضيوف الذين استضفتهم حتى هذه اللحظة، بطولة استعدادية، بطولة حبية ودية، كانت تسير بشكل جميل جدا، حملت الكثير من الرسائل ليس فقط على مستوى تطوير اللاعبين، تطوير مهاراتهم، أدائهم، قدراتهم واستعدادهم أيضا للمباراة الأخرى، لا بل أيضا حملت رسائل حبية أخوية صادقة لكل المنتخبات التي تشارك في هذه البطولة. في أيضا من ضمن أفكار هذه البطولة أن يكون في ضيف منتخب في كل مشاركة أو في كل بطولة، وتابعنا وجود منتخبات بما فيها منتخبات أوروبية شاركت في هذه البطولة، سواء في منتخب الناشئين، في منتخب الشباب، في المنتخبات الأولمبية، وكانت الأمور تسير بالشكل الذي يعني أسست له الذي أسس له هذا الاتحاد. الأمور حقيقة ظهرت بشكل لا يرضي الجمهور الرياضي، ليس فقط اليمني بل حتى العربي بشكل عام. إذن ينضم معي في هذه الأثناء الأستاذ محمد قاسم، وهو إعلامي رياضي بحريني. أستاذ محمد، سعد الله مساك بالخير وأهلا ومرحبا بك، أنا سعيد جدا بتواجدك معي في زوايا الملاعب. أنت بلا شك تابعت المستجدات التي حصلت أمس وقبل أمس فيما يتعلق ببطولة غرب آسيا للناشئين المقامة حاليا في الأردن، ما هو تعليقك؟ أول شيء مسي عليك وعلى الأخوان المشاهدين، الأخوان والأخوات المشاهدين في المتابعين لبرنامجك. أهلا وسهلا، وأنا حقيقة أسعد أن أكون معكم في هذه المداخلة القصيرة حول بطولة غرب آسيا للناشئين. ومثل ما تفضل طبعا تابعنا القرارات الجدلية اللي تمت أو قام الاتحاد غرب آسيا باتخاذها، شملت عدة منتخبات منها المنتخب البحريني والعراقي واليمني. يعني حقيقة احنا يعني ما بقول لك ان احنا فوجئنا بمثل هذه القرارات، ولا نعلم صراحة. يعني اليوم اتحاد غرب آسيا هو يعني الكل يعرف بأنه هو اتحاد يعني أنشئ لأهداف معينة، لبطولات يعني تحاول المنتخبات الاستفادة منها لاستعداداتها الرسمية بشكل أكبر في بطولات الاتحاد الآسيوي وبطولات دولية. ولكن اليوم اتخاذ مثل هذه القرارات، أنا صراحة يعني مثل ما فوجئ الجمهور والشارع في البحرين وفي الدول الأخرى، واليوم شفنا أيضا ردود فعل عنيفة من الاتحاد العراقي وكذا، الكل يستغرب يعني من يعني توجه أو 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 التوجه لمثل اتخاذ هذه القرارات. نعم. لمصلحة من أستاذ محمد مثل هكذا قرارات التي لا تخدم الروح الرياضية ولا تخدم المحبة؟ يعني كما أشرت أنت أيضا وضيوفي من سبقوك أنه في الأساس هذه هي بطولة استعدادية لبطولة آسيا الذي هي الأهم في الموضوع. تعرف أنه مثل هكذا بطولة خلقت الكثير من المحبة وأيضا الود بين الشعوب أيضا، وليس فقط الاتحادات، في منتخبات ومن ضمنها المنتخب اليمني. أستاذ محمد، إحنا للأسف نتيجة الأوضاع التي نعيشها والأزمات المتلاحقة نعتبر مثل هكذا بطولة تعيد الروح، تعيد البسمة للشعب اليمني، تعيد أيضا روح الأخوة بيننا كشعوب عربية. فحينما تخلق مثل هكذا إشكاليات بلا شك هي تمزق ولا تعيد البسمة. شوف أستاذي، أولا اتحاد غرب آسيا يجب أن يعي ويعرف ويدرك بأن مشاركات الاتحادات اليوم في بطولاته هي تأكيد أي فقط لدعم هذا الاتحاد. نعم. اليوم البحرين، اليمن، العراق، المنتخبات، الدول كلها الأعضاء ما هي بحاجة حق بطولات ودية تنظم في اتحاد غرب آسيا، مع كل احترامي وتقديري وهذا رأيي الشخصي. اليوم لما يكون الاتحادات هذه تحرص، وفي بعض الأحيان يكون الجدول مثلا مزدحم لديها، لكن أيضا تحرص لإنجاح فعاليات وأنشطة اتحاد غرب آسيا والمشاركة في بطولاته. اليوم الكوست أيضا اللي تتحملها هذه الاتحادات من خلال مشاركاتها في هذه البطولات الودية أيضا مكلف. صحيح. ولكن تقديرا للاتحاد غرب آسيا وتقديرا لقيادته وتقديرا لنشاطات اللي حاول أنه هو اليوم يقدم فيها صورة إيجابية، نجد بأن المنتخبات والاتحادات تحرص على المشاركة في هذه البطولات. كثير من البطولات يمكن شفنا عدد بسيط اللي شارك في 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 بطولاته اللي ينظمها اتحاد غرب آسيا. ليش؟ لأنه يمكن وجدوا في 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 وقت من الزمن بأن الفائدة شبه بسيطة أو معدومة من خلال هذه المشاركات، وتتكفل هناك الكثير من التكاليف اللي يتحملها كل اتحاد علشان يشارك في مثل هذه البطولات. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم
آلية اتخاذ مثل هذه القرارات اليوم، وأيضا يعني مدى دقة الاختبارات اللي تم إجراءها اليوم. أنا الاتحاد البحريني أصدر بيان توضيحي حول هذه الحادثة، وأكد بأنه هو يتعامل مع أوراق رسمية، تعامل مع اللاعب اللي تم تسجيله في أحد الأندية، وهو لاعب يلعب في الفئات العمرية وفق الفئة اللي هو يلعب فيها، وتم اختياره للمنتخب وتمت إجراءاته بشكل صحيح وسليم، وشكل لجنة أيضا لمراجعة مثل هذا القرار اللي اتخذه اتحاد قرباسي. اليوم وجدنا الاتحاد العراقي ينسحب ويعلق ووصل لمراحل كثيرة في 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 يعني في انعكاس على القرارات اللي اتخذها اتحاد قرباسي. أنا يعني مثلك أتساءل، يعني شنو الهدف اليوم؟ أنت ممكن اليوم لو كان هناك في شك، ولا كان هناك في أي إحنا أيضا كإعلام سندعم أي قرار يكون، كانت هناك صحيح. يعني إذا كان هناك الاتحادات تعمل على التزوير، ولا تعمل على خلق ووضع لاعبين أكبر من فئتها في الفئة اليوم المحددة لفئة الناشئين في هذه البطولة، إحنا سنقف مع اتحاد غرب آسيا. ولكن اليوم يبقى بأن توقيت اتخاذ القرارات وآلية إعلانها وطريقة جدولتها وطريقة اختيار اللاعب، يعني في أمور كثيرة تضع علامة استفهام وتضع الاتحاد تحت جدلية. وأيضا صدقني يعني يمكن اليوم حتى الاتحادات الأعضاء في قادم المسابقات ستأخذ يعني بتأخذ حذر كبير من أنها اليوم ممكن تجي وتشارك في مثل هذه البطولات اللي قد تسيء تسيء لاسم دولتها، تسيء لسمعتها، تسيء لامور كثيره، بمجرد بس فقط ان انا اليوم استعرفت اني اخذت قرار بايقاف لاعب ولا بشطب منتخب ولا ولا ولا. يعني انا اعتقد في وجهه نظري بان حتى عمليه الاعلان وعمليه التعامل مع اي مشكله اليوم لابد ان يكون هناك لها فن ولها طريقه لاتخاذ قرارات. انا اليوم قريت خبر ايضا ان اللجنه المنظمه، يمكن ما أعرف إذا كان صحيح ولا لا، ولكن قرأته في الإعلام يعني أن تم استبعاد أو طرد المنتخب العراقي من غير إقامته أو حاجة كذا. أنا صراحة مش متأكد من معلومات، ولكن قرأتها في الإعلام مثارة. ففي أمور كثيرة يتوجب أن يتوقف عليها اتحاد غرب آسيا. نحترم لوائحه ونحترم قراراته، ولكن يتبقى أن يكون هناك أيضا تقدير للناس هذه وللاتحادات جاءت وشاركت جاءت وشاركت الغرابة أيضا أستاذ محمد، أنه المنتخب اليمني قبل مباراة مواجهتنا مع المنتخب السعودي الشقيق وقفوا علينا لاعبين، وفي اليوم التالي يعملوا الفحص يقولوا لا اللاعبين موجودين، ويرسلوا رسالة اعتذار رسمي. هذا أمر حقيقة يؤكد أنه في تخبط، في عشوائية، في كما قال الكابتن عبد الوهاب الزرقاء اللي هو رئيس لجنة المنتخبات في بلاده، في عدم خبرة سابقة لمن يدير اتحاد غرب آسيا. أنا أشكرك كثير الشكر للأستاذ محمد قاسم، وأنت إعلامي بحريني يعطيك ألف عافية، أنا تشرفت بوجودك. مشاهدين الكرام، ما يزال معي الآن الصديق العزيز الكابتن بدر بالعبيد، وهو محلل وناقد رياضي. كابتن بدر، سعد الله مساك بالخير. أنا أريد الخلاصة منك، يعني كيف يمكن أن يستمر أو تستمر مشاركات المنتخبات في اتحاد غرب آسيا بعد كل هذه القرارات المتخبطة والعشوائية والارتجالية، يمكن وصفها بذلك؟ نعم، مساء الخير لك أستاذ علي والسيدات والسادة المشاهدين. بلا شك يعني أمر مؤسف جدا أن نسمع مثل هكذا أخبار، ولكن للأمانة يعني دعني أوضح نقطة مهمة جدا أبو نزار. الاتحاد غرب آسيا لطالما كان فيه يعني لم تكن فيه هناك يعني خلنا نقول احترافية عالية في العمل، وهذا ما دأبت عليه هذه الاتحادات خلنا نقول الكونفدريشن أو التي تأتي جزء من الاتحاد القاري. نعم، لأنه للأسف الشديد لا توجد هناك يعني خلنا نقول سنوات دعم كبيرة، لا توجد خلنا نقول يعني خلنا نقول استقطابات للكوادر الإدارية والفنية في هذه الاتحادات بشكل كبير جدا، ويعتمد الأمر بالدرجة الأولى على الأمور المالية. أعتقد أن الزخم الكبير اللي تعطيه هذه البطولة هي مشاركة هذه المنتخبات اللي موجودة الآن، المنتخبات العربية والخليجية هي من تعطي هذا الزخم لهذا الاتحاد. للأسف الشديد يعني تابعنا بكل ألم ما حصل من هذا الاتحاد الحقيقة الذي لا يمثل الأمانة بالاحترافية بصلة في عملية يعني تجاوز النصوص واللوائح فيما يتعلق في اختبارات اجتياز أو أهلية اللاعبين للمشاركات. نعلم جيدا أبو نزار أن هذه الأمور تحصل وتحصل كثيرا في خصوصا في فرق الناشئين. نعم، ولكن على أقل تقدير يجب أن يكون في عمل احترافي مهني على أدنى خلينا نقول بحدود دنيا، على سبيل المثال أنك تعمل وفق اللائحة اللي موجودة عندك،
وما بما يتناسب مع اللوائح القاريه والدوليه. نعم. مؤسف جدا يعني انك تتعامل خلينا نقول ب باشياء لا علاقه او لا تمثل النصوص واللوائح اللي موجوده عندك. وايضا المؤسف والمخجل انك يعني تصدر قرارات يعني ارتجاليه دون ما يعني تركيز على لوائحك وانظمتك، ثم تعود مره اخرى وتتراجع عنها، وهذا امر مؤسف ايضا انك تتراجع عن هذه القرارات لانه يعني يبدو انه لم تكن مدروسه، وايضا هي قرارات ارتجاليه بحد ذاتها، ايضا اعطيت مساحه لفرق لربما يعني كانت حتطلع يمكن من ادوار اولى او ثانيه او ثالثه، ولكن الان يعني ستلقي بكل تكلها عليك كاتحاد جزء من هذا الاتحاد القاري. نعم. وانا اعتقد الحقيقه يعني شيء لم يكن متوقع للامانه، على يعني ما نتكلم عن اعداد كبيره ابو نزار، نتكلم عن 6 منتخبات 5 منتخبات وهي بطوله 9 منتخبات بالكثير. نعم، هذا اذا وصلت، احيانا في منتخبات كثيره ما تشارك. نعم. لذلك انت يعني كلها 9 منتخبات 8 منتخبات ولا تستطيع ان تدير هذا المنتج، حقيقة شيء مؤسف للأمانة. ويؤكد على فشل الاتحاد في تنظيم البطولة. صحيح، أنا أشكرك. فشل ذريع جدا. وبعدين لما نتكلم عن العراق، نتكلم عن اليمن، نتكلم عن السعودية، نتكلم هذه منتخبات هي اللي تضيف للبطولة. صحيح. فيعني أنا أعطيك من مواقع خبرة على مستوى ألعاب مختلفة. بس في ثواني لأنه الوقت مداهمنا. تتمنى السنة. نعم، تتمنى الفرق أبو نزار لا بشكل سريع جدا عادي. هي تتمنى الاتحادات هذه اللي هي أجزاء من القارات أنها تكون لديها فرق تشارك فيها، ولديها يعني الجزء الاستطاعة أنها تقدم تجود هذه البطولات بشكل أكبر. نتمنى أن يكون فيه مستقبلا يعني يكون في تجويد للعمل في هذا الاتحاد، واتمنى ايضا هذه اللجان لجنه انضباط الاخلاق لجنه المسابقات اعتقد الافضل تغييرها وتبديلها واستقطاب كفاءات من اسيا ومن شرق اسيا ومن غربها لهذا الاتحاد. نعم. انا ما اعرف والله صراحه يعني شيء مخجل. هذا أنا أشكرك كثير الشكر الأستاذ العزيز بدر بالعبيد، وأنت محلل وناقد رياضي. أرجو مشاهدينا الكرام أن نكون طرحناكم في الصورة بكل تفاصيلها وأبعادها. فعلا هناك غضب كبير جدا من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، من قبل البحرين، من قبلنا في اليمن. الاتحاد أو إدارة أو قيادة اتحاد غرب آسيا هي الأكثر تضررا من هذه القرارات الارتجالية العشوائية الخاطئة. وحتى أن ألتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة من زوايا الملاعب، هذه تحياتي علي حميد الأهدل وطاقم العمل، أترككم في رعاية الله، دمتم ودامت رياضة بلادنا عامرة بالأنشطة والفعاليات والنجاحات الدائمة. إلى اللقاء.